خليل تقول أنا أنكر على من يقول يهنيني أو يبارك لي بالجمعة، يقولون جمعة مباركة، وأقول لهم يعني هذا ما له أصل. يقولون لا، من وين تفتين؟ أم خليل بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وتقى، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك وجميع من يشاهدنا وجميع المسلمين إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما يأتي الإنسان يقول يوم الجمعة جمعة مباركة مثلا، جمعة مباركة، هذا لابد من دليل. لماذا؟ لأن هذه عبادة، هذه عبادة. الآن الشخص الآن يوظف يوم الجمعة بهذه التهنئة الشرعية، يقول جمعة مباركة، إذا وين الدليل؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما جاء يوم الجمعة قال لأصحابه جمعة مباركة؟ هل الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان كلما جاء يوم الجمعة قالوا جمعة مباركة؟ ما سمعنا بهذا ولا قرأناه لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في قول من يعتد بأقوالهم بعد قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الكرام، ولا بقول من يقتدى به من الأئمة الأكابر الأماثل. ما كان هذا، هذه طرأت يعني مؤخرا وأصبح الناس يتناقلون في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن أن يقول شخص لآخر الله أسأل الله أن يبارك لك في يوم الجمعة، دعاء طيب، أسأل الله تعالى أن يجعلك ممن يستثمر يوم الجمعة، دعاء طيب، لكن تهنئة وتوظف بمثل هذه الطريقة هذه ليس لها أصل. قولي لهم الكلام هذا، بارك الله فيك واثبتي على ما أنت عليه.